الزياره للمنطقه الشرقيه، ولا شك ان هذه الزياره مكنتنا من الوقوف عند مجموعه من المشاريع المرتبطه بقطاع الصناعه التقليديه، واللي هي يعني من خلال مركب الذي زرناه في مدينه وجده، وكذلك مركب اللي هو اليوم في طور يعني المرحله الثانيه في الانجاز في منطقه احفير، والان احنا في يعني في الناظور كذلك زرنا مركب الصناعه التقليديه. فما يمكن ان اؤكده من خلال هذه الزياره هو ان هذه المنطقه تزخر ب يعني منتوجات تقليديه مهمه جدا متنوعه وفيها جوده، وفيها كذلك تعكس ابداع الصانعين والصانعات والحرفيين المتواجدين بالمنطقه، وتعكس عمق هذه المنطقه وعمق تاريخها وعمق حضارتها، وكذلك المجهودات المبذوله عبر الاجيال للحفاظ على هذا التراث. فاليوم لا شك اننا يعني القطاع الحكومي الوصي نعمل جاهدين من خلال الاستراتيجيه الجديده التي سنطلقها في القطاع بعد انتهاء استراتيجيه 2007-2015 الى مزيد من توفير فرص، اولا فضاءات وبنيه تحتيه قويه، ثم كذلك مزيد من ضمان فرص التكوين، لان اليوم التكوين في حرف الصناعه التقليديه اصبح مطلبا، سواء التكوين بالتدرج او التكوين المستمر او مختلف انواع التكوين، التكوين هي مطلب لان من خلالها نضمن استمراريه الحرف واستمراريه التلقين واستمراريه التوارد هذا المنتوج اللي هو في نهايه المطاف. عندما نتحدث عن الصناعه التقليديه اللي كتشغل في المغرب 2.3 مليون، لا نتحدث عن منتوجات عاديه او تسويقات عاديه او مواد للتسويق عادي، ولكن نتحدث عن موروث وطني يختزل الثقافه المغربيه، يختزل الحضاره المغربيه، يختزل فن العيش المغربي، بالتالي اي استثمار فيه فهو استثمار في تاريخ المغرب وثقافه المغرب. وطبعا هذا الربط اليوم في الهيكله الحكوميه الجديده بين الصناعه التقليديه والسياحه يتيح لنا انه ان تتحول الصناعه التقليديه الى نقط، يعني في كل الفضاءات السياحيه نحرص ان تكون هناك فضاءات او نقط لتسويق الصناعه التقليديه، لان اليوم من بين الاشكالات مشكل التسويق. فلا شك ان استحضار الصناعه التقليديه ومنتوجات الصناعه التقليديه في كل البنيات السياحيه سيساهم في ضمان او توفير فضاءات جديده للترويج. اليوم الترويج كيشكل هم كبير عند مجموعه من الصانعين والصانعات.